قلت باخذ فترة راحة وبريك وبقوم بجولة من خلال حافلة الشارقة السياحية أو رحلة في الشارقة، ناخذ جولة سويا نتعرف أكثر على أهم المحطات اللي تتوقف فيها هذه الحافلة، وفي نفس الوقت نخلي إبراهيم يشتغل شوي، سواء كانت الأسواق، قلب الشارقة، مناطق مختلفة بنتعرف عليها إن شاء الله في هذه الجولة اللي تقريبا تستغرق حوالي ساعة ونص، طبعا من غير أوقات التوقف. خلونا مشاهدين نركب هذا الباص الأحمر اللي بدأ جولته في عام 2012، الباص بطابقين، نتعرف أكثر على هذه الجولات السياحية اللي يقوم فيها الباص، فخلكم. مشاهدينا من هذه الحافلة جولة سياحية في الشارقة، وطبعا من خلال هذه الحافلات المميزة بألوانها الجذابة والملفتة نجحت في تسليط الضوء على الثراء الثقافي والحضاري في إمارة الشارقة. طبعا هذه الحافلات أطلقتها هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير شروق بالتعاون مع شركة سيتي سايت سين وورلد وايد، حيث تقدم تجربة ممتعة وفريدة لزوار وسياح إمارة الشارقة. الحين مشاهدينا على يميننا مشاتل الشارجة، وكان على يسارنا سوق الجبيل. طبعا التصاميم المعمارية للأسواق الموجودة في الشارجة تجذب السياح جدا، حتى انهم قاعدين يلتقطون بعض الصور للمبنى والتصميم الخارجي لسوق الجبيل. الحين احنا متوجهين ان شاء الله الى قلب الشارقة، طبعا هي احدى المحطات اللي يتوقف فيها هذا الباص السياحي جولة سياحية في الشارقة. من الأشياء الحلوة لما تكون زياراتنا للأماكن اللي احنا متعودين عليها كسياح سياحة داخلية، نتعرف عليها، نشوف الأماكن هذه بنظرة السياح، نشوف اهتمامهم بهذه التصاميم المعمارية المميزة، هذه الأماكن التراثية، فنعيش تجربتهم تجربة السياح من مختلف الدول. طبعا حسب معلوماتي السياح اللي موجودين معاي من روسيا، فللأسف ما بقدر أسولف معاهم ونتعرف أكثر على نظرتهم للشارجة أو الشارقة، مدى اهتمامهم في هذه المعالم المختلفة الموجودة في الشارجة. فللأسف لا أتقن اللغة السورية للأسف لا أتقن اللغة الروسية عشان أقدر أسولف معاهم وأشوف انطباعهم حول هذه المناطق، هذه الجولة اللي ياسين نقوم بها.
وصلنا مشاهدين الحين لمنطقة قلب الشارقة. طبعا مثل ما نعرف هذه المنطقة غنية بالمواقع التراثية وأيضا المواقع السياحية المهتمة بجوانب مختلفة من ثقافة وحضارة إمارة الشارقة. على سبيل المثال ساحة الخاف، عندنا الحصن الموجود على يساري، متحف الحصن، أيضا عندنا سوق الشناصية والعديد من الأماكن المختلفة. مشاهدينا اول ما نركب الباص يعطونا هذه السماعات اللي نوصلها من خلال جزء معين موجود هني على جانب المقعد. طبعا الباص مزود بنظام صوتي او نظام ارشادات صوتيه بسبع لغات مختلفه، هي العربيه، الانجليزيه، الهنديه، الصينيه، الروسيه، الالمانيه والاسبانيه، وذلك لتلبيه احتياجات السياح والتنوع الثقافي لهم وايضا تنوع اللغات اللي يتحدثون بها، خصوصا مع توافد السياح الكبير لاماره الشارقه. فنلبي لهم قبل ما نبدأ المشوار مشاهدينا لازم نلبس حزام الأمان عشان نحس بالأمان بالأحرام. والحين مشاهدينا بنبدأ جولتنا السريعة في هذه الحلقة وبنتمشى في ربوع إمارة الشارقة، نبحث عن منو؟ عن المميزين والمبدعين. إذا كنتم مستعدين انتم ويانا عشان نشوف شو جديد حلقتنا في هذا اليوم. مشاهدينا دائما هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة تتميز بخدمتها المميزة جدا، يعني وفرت في مراكز الشرطة وكذلك الدوائر الحكومية في إمارة الشارقة زر واحد، إذا كنت تبغى تطلبني أو تطلب أي سيارة إجرة ما عليك إلا تدق هالزر وبتك سيارة الإجرة على طول من دون ما تتصل وتطلب تقول أنا في المكان الفلاني والمكان الفلاني، ويوم ما يوصلك لا على طول يوصلك خلال يعني دقائق، خمس دقائق بالكثير تشوفها قدام مركز الشرطة أو الدائرة الحكومية اللي أنت تتواجد فيها بس من خلال دقة فرس الضغط على الزر مثل ما يقولون، بتكون سيارة الإجرة عندكم. وإذا كنتوا تبغون تطلبون لي أنا ولا تطلبون أي سيارة إجرة سواء أنا أو زملائي اللي يعملون وياي، دقوا هالفص ونحن حاضرين بنلبي الطلب على طول. يعني دائما نحن ندور على الضيف المميز
والزبون اللي له موهبة مميزة جدا ناخذ أخباره وناخذ علومه وندردش إياه، يودينا السيح ونوديه، يقول لنا تجربته في الحياة ونحن نستفيد من هاي التجربة. يعني خلال يعني هذه المهنة كثير من المواقف تصير للشخص هذا، يعني لو تقدر تقول مواقف ليوم المواقف. أنا خذتني سوالف وياكم مشاهدين كذا، واحد وقفني تو ما انتبهت عليه، صدقوني تشي 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 تري ما شيء. أشوفته كيف يعني الحين ريال وقفني في الشارع، هذا كيف تباني أروح؟ هذا طلع علي قدامي، يلا ما في مشكلة. بس المهم نرجع لموضوعنا الرئيسي، أن دائما في الحياة شو سويت. المهم مشاهدينا شوية خلل فني بسيط والناس دقت لي هرن، ما أدري هذا شو بقى وزن الجهاز. بالعداد ولا بدون؟ والله اتوقع بالعداد احسن يا رجال، خلنا بدون عداد. لا بالعداد، وعلى فكره انا عارف الطريق اللي ابغاه. تعرف الدرب؟ يعرف يعني ما نقدر نلف فيك شويه، نزرق فيك يمين ويسار. محفوظه طال عمرك. ايه ابوي انت شكلك ما نقدر نستفيد منك وايد اليوم. لا بتستفيد ان شاء الله، بتستفيد معلومات داف تفيدنا معلومات امورك طيبه ان شاء الله. التوصيل ببلاش خلاص توكل، اهم شيء يستفيد المشاهد. ما عرفنا باسمك طال عمرك. معك جاسم محمد. جاسم محمد شو تشتغل استاذي جاسم؟ والله انا حاليا مدير مركز الموسيقى في عجمان، تابع لوزاره الثقافه والشباب وتنميه المعرفه، وفي نفس الوقت فنان اماراتي. ما شاء الله مطرب وفنان. انا اليوم الصراحه بنطرب وياه، يعني ما بشغل الاذاعه وما بشغل العداد. ما بشغل الاذاعه وما بشغل العداد. خلاص انا بصير لك الاذاعه، بصير لك كل شيء، ما عليك تحاول. ان شاء الله استاذي جاسم ان شاء الله. طال عمرك بغيت دارة الثقافة والإعلام في منطقة الخام الشرق. حاضر طويل العمر. عاد اسمح لي إذا ضيعت الدرب شوي. لا أنا أدلة مالك، أنت روح أنا بقول لك يمين اللي يسار. إن شاء الله. زين أستاذي لو تخبرنا عن يعني مسيرتك الفنية، بما أنك أنت اليوم نقدر نقول فنان في مجال نقول الطرب والموسيقى بالأحرى، خبرنا عن بداياتك في هذا المجال. انا بداياتي طال عمرك بديت اول شيء طبعا خلصت الثانويه، ما شاء الله كنت تخصص محاسبه اللي هو كان ايامها اذا تذكر تجاري وصناعي وزراعي، هذا المحط التطبيقي هذا. ايوه بالضبط. فخلصت المحاسبه، بعدها بفتره كذي خلاص قررت اني انا ادخل مجال الفن. وفي بدايه بديت طبعا من المناسبات اللي الزواجات والحفلات الخاصه للاهل، اجتماعات الاهل والشباب والاصدقاء. بعدها انضميت لجروب اللي هو كان متخصص في تسجيل الكورال الاغاني. الكورال هو الصوت يعني مجموعه؟ لا الكورال اللي هو مجموعه الشباب اللي يردون على المطرب. اي ما شاء الله. فبعد الكورال يعني ما شاء الله كان معنا اسماء يعني حاليا هم ما شاء الله نجوم على ساحه الغناء، منهم الفنان حسين الجسمي، منهم فايز السعيد، وليد الشامي، وفي شباب طبعا في كل فتره فتره فيطلعون شباب، بس احنا كنا الجروب اللي كنا مع بعض الجيل هذا. ايوه الجيل الفن الذهبي نقدر الايام يعني كلهم فنانين كبار كلهم ما شاء الله حاليا يعني ماسكين يعني ما يعني مثل ما تقول جمهور شريحه كبيره من شريحه هذا. كبيره من الناس تقريبا. نعم. طموحي مو واقف لمدى معين. دائما احب ان يكون طموحي مفتوح، طالما الواحد عايش يتعلم بالضبط، يطور من نفسه. فالخطة الثانية اللي أنا كنت حاب أعملها اللي هو تكملة مرحلة الماجستير بالنسبة للمرحلة الدراسية بالنسبة لي، والحمد لله خلصوا السنتين وأنا حاليا في إعداد اللي هي رسالتي للماجستير.
بس نفس الشيء في بالأصوات. لا رسالتي في الماجستير أنا تخصصت عن اللي هو فن العيالة في الإمارات. خالد لاحظت من خلال مسيرتك الفنية أنت بدايتك كانت موهبة. موهبة صح. هذا رقم واحد. رقم اثنين أنت أضطرت هذه الموهبة بدراسة أكاديمية. صح. هل فادتك الدراسة الأكاديمية في هالمجال؟ والله شوف هو إذا بتقول من ناحية الفائدة طبعاً أنا استفدت كثير. يعني فتحت لي أمور كثير، مجالات كثير، أني أنا أعرف كيف أتعامل مع الموسيقيين، أعرف كيف أتعامل مع الجمل الموسيقية، عرفت أنا بالنسبة لي كجاسم محمد اكتشفت المساحة الصوتية الخاصة فيني، وين أقدر أقول وين ما أقدر أقول. بالنسبة للألحان، بالنسبة للمقامات، طبعاً بلا شك الدراسة في كل المجالات. لكن الحين بفاصل غنائي عن أغنية وطنية جميلة تعطينا إياها كذا يعني. أغنية وطنية ولا نسمعك أغنية من ألبوم اللي عملته في 2010 كان أول ألبوم. شوفه تشوفه مناسب. أي إحنا راح أغني أغنية تقول هذه الأغنية من ألحان أخوي علي المسافر وكلمات الشاعر الإماراتي أنور المشيري كانت في الألبوم اسمها شطرنج. شطرنج ها؟ اي شوف الاسم شوي لان اسمه شطار هذا. زين فيقول امانه قل لي يا مغرور من غرورك متى تتعب متى تحس بعنا غيرك وقلبك يوصل ودي. الحمد لله انا مو مغرور. لا لا الحمد لله الحمد لله الله يبعدها الغرور ان شاء الله. ما شاء الله صوت يعني طبعا من دون مؤثرات من دون مؤثرات بدون شيء صوت متواضع عشان مثل ما انت قلت من دون مؤثرات غير الاشياء اللي تحصل في الاستديوهات يعني. الله يوفقك ان شاء الله. امين. الثقافة والإعلام في الشارجة. الثقافة والإعلام في الشارجة. طولنا الدرب شوية. سؤال الحلقة: متى تم افتتاح متحف الشارقة البحري لأول مرة؟ ومتى تم إعادة افتتاح المتحف؟ وفي أي منطقة يقع الآن؟ نستقبل إجاباتكم على وسم على أندرسكور الطريق 17 فيسبوك وإنستغرام. برنامج على الطريق الراعي الحصري هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة.